المجلس الانتقالي يعلن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية. ما هي تداعيات هذا الأمر؟ هل يمثل إعلان وفاة اتفاق الرياض؟ برغم ضغوطها على الشرعية لتقديم التنازلات، لماذا تسكت الرياض إزاء التطورات في عدن؟ أهلا بكم. 5 أشهر مما يقول مراقبون إنه مماطلة المجلس الانتقالي في تنفيذ اتفاق الرياض اختتمت ليلة أمس بإعلان حالة الطوارئ بالمحافظات الجنوبية والإدارة الذاتية لها دون أن تكون له أي صفة قانونية تخوله سلطة اتخاذ مثل هذا القرار سوى قوة السلاح الممنوح له من الإمارات، يقول مراقبون. وبينما يعلن الانتقالي حالة الطوارئ ويعيد نشر ميليشياته العسكرية في المناطق الحيوية في محافظة عدن، تستمر السعودية في صمتها تجاه هذه التطورات، وهي التي لا تكف عن إبداء الرأي حتى إذا تحرك طقم تابع للحكومة الشرعية، إذ لا يزال اليمنيون يتذكرون تغريدة السفير السعودي التي عبر فيها عن رفضه لتحركات قوات شرعية في محافظة أبين. ما الذي يمنح الانتقاليين الثقة لإعلان حالة الطوارئ في بلد يقبع تحت البند 7 وفق ميثاق الأمم المتحدة؟ ولماذا تواصل السعودية صمتها إزاء خطوة تهيل التراب على قبر اتفاق الرياض؟ بعد 2 من نشرها قوة عسكرية في محيط مطار عدن لمنع الحكومة اليمنية من العودة، وبعد 5 أشهر من توقيعها على اتفاق الرياض، بادرت ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات لإعلان حالة الطوارئ العامة في مدينة عدن وجميع محافظات الجنوب، كما أعلنت الإدارة الذاتية للجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت الماضي، الأمر الذي وصفته الحكومة اليمنية بأنه إعلان لاستمرار تمرد المجلس المسلح على الدولة، وعدته انقلابا صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا للتمرد على الدولة في شهر أغسطس الماضي عام 2019، وهو محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها، بحسب البيان المنشور في موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ. ويترقب ردود أفعالنا العملية على الأرض. إعلان المجلس الانتقالي قوبل بالرفض من قبل كثير من المكونات الجنوبية، وعلى رأسها السلطات المحلية في المحافظات التي أعلنت جميعها رفضها لهذه الخطوة باستثناء محافظات عدن ولحج والضالع، وهو ما سيضع خطوة الانتقالي أمام امتحان صعب باعتبارها خطوة لتمزيق الجنوب أولا. بيان صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي. إعلان المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية يبدو خطوة أقل تقدما من وضعه الميداني على الأرض منذ سيطرته على عدن والمناطق المحيطة بها في أغسطس الماضي، ولذلك رآه البعض مجرد هروب للأمام من استحقاقات الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع في عدن وتنامي السخط على المجلس، خصوصا بعد كارثة السيول التي ضربت المدينة الأسبوع الماضي. وبينما يتحدث مراقبون عن أن خطوة كهذه تأتي في إطار الصراع الخفي بين الإمارات والسعودية في اليمن، فإن الرياض لم تبدي أي موقف حتى اللحظة، ما يثير الأسئلة مجددا عن دور السعودية فيما يجري ومدى قدرتها على فرض رؤيتها المعلنة وإنفاذ اتفاق الرياض. وفي حين يعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، تبقى السلطة الشرعية بدون قوة على الأرض رهينة لإرادة قوى خارجية لا ترى سوى مصالحها. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر المحلل السياسي السيد عبد العزيز المجيد عبر سكايب، وكذا أيضا عبر سكايب من فرنسا نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي السيد منصور صالح. أرحب بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد المجيد. بيان للمجلس الانتقالي أعلن فيه حالة الطوارئ، أعلن فيها أيضا الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، ما الذي تقرأ أنت في هذا الإعلان؟
مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا. باختصار، هو ما حدث هو أن هناك قرار اتخذ هو يعتبر تحصيل حاصل، جاء ليكلل عملية الانقلاب التي تمت في 10 أغسطس 2019، وهذا البيان هو عمليا يعلن بدرجة رئيسية بأن المجلس الانتقالي أصبح هو المسيطر بشكل كامل على المحافظات، تحديدا المحافظات الثلاث التي تقع تحت سيطرته العسكرية المباشرة، وبالتالي نهاية ما يسمى اتفاق الرياض. وهو الاتفاق من وجهة نظري بأنه اتفاق جاء فقط ليضفي شكل من أشكال المشروعية على التحركات العسكرية التي حدثت في 10 أغسطس، وبالتالي هو كان النتيجة طبيعية أن يتم الإعلان عن مثل هذا القرار. هذا القرار أيضا دلالته في صدوره من أبو ظبي، هو يؤكد على أن أيضا المجلس الانتقالي أصبح غير قادر على أن يدير شأنه الخاص، وهو مدين فقط للإمارات باعتبارها هي صاحبة الولاية عليه من حيث النشأة والتكوين، وبالتالي من حيث الدعم والتسليح وما إلى ذلك. وبالتالي صدور هذا القرار من أبو ظبي يحمل دلالة معينة تؤكد بأن صاحب القرار في هذا الجانب هو الإمارات العربية المتحدة، التي عمليا هي من اتخذ قرار ما يسمى بالإدارة الذاتية للمحافظات التي تقع تحت السيطرة العسكرية للإمارات. بالتالي هناك عملية تمت من أجل إنهاء مسلسل الانقلابات التي جرت في او سلسله الانقلابات التي تجري وجرت في المحافظات الجنوبيه. هذا الامر جرى برعايه كامله من قبل المملكه العربيه السعوديه التي تتفرج كما حصل في 10 اغسطس الفائت، يعني كل حتى من ينتظر من السعوديه ان تصدر بيانا او تقول شيئا هو في النهايه شكل من اشكال الكذب على الانفس. يعني ما الذي ستقوله السعوديه؟ يعني عمليا مرت 24 ساعه وهي صامته، مثل ما طيب حصل سنعود الى الموقف، في 10 موقف اغسطس التحالف عندما كانت وموقف قوات السعوديه باعتبارها الضامنه لاتفاق الرياض. سيد المجيد سنعود لذلك، سنعود لهذه النقاط، لكن قبل ذلك دعني نشرك معنا في الحوار السيد منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي. يجدد ترحيب بك سيد منصور. بيان يخرج بعد منع عودة الحكومة كما قالت، ويبدو أنه يزاوج بين الاستقلال ومطالب الشارع من حيث توفير الخدمات، لكن ألا ترون أنكم مع منع الحكومة من العودة إلى الأرض هناك نوع من التناقض الذي يعني يضع المجلس الانتقالي نفسه فيه؟ لا أرى أي شكل من أشكال التناقض، على العكس تماما، نحن وصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة ليست سوى عالة وعبء على شعبنا، ترك لها المجال لأكثر من 5 سنوات بعد أن كانت مشردة في الخارج وبدعوة من الأخ الرئيس حين كان محافظا لعدن، تمت دعوة الحكومة للعودة، وبدلا من أن تقوم بمهامها تحولت إلى خنجر مسموم يطعن شعبنا ويطعن قضيتنا. ظلت مواردنا خلال هذه ال5 سنوات نحرسها ونحافظ عليها، وتورد لهذه الحكومة التي تقوم بتحويلها للخارج. صرنا في حالة غريبة على الإطلاق، أنه كل المغتربين في كل العالم هم من يحولون الأموال إلى بلدانهم، إلا نحن نحول إلى هذه الحكومة المغتربة أموالنا من الداخل إلى الخارج، وشعبنا يتضور جوعا. وجاءت الأزمة الأخيرة، أزمة كارثة السيول التي اجتاحت مدينة عدن، لتثبت بأن هذه الحكومة ليست ذات أهلية للقيام بواجبها، وبأنها تتعامل مع أزماتنا وكوارثنا كمصدر للاستثمار وللإثراء وحتى الابتزاز، ابتزاز الشارع وتوظيف أزماته وكوارثه سياسيا لمصلحة مشروعها الذي يستعدي قضيتنا وينهضها ويسعى للقضاء عليها. حين تعرضت مأرب لأزمة، صرعت الحكومة لتحويل المليارات، مع أنه مأرب لديها ما يكفي من الموارد، وحين تعرضت عدن لأزمة فتحت الحكومة باب التسول من الخارج لدعم عدن وإنقاذها، وبدلا من أن يعود رئيس الحكومة أو وزراء المختصون للقيام بواجبهم، شاهدنا كل المسؤولين وأعضاء الحكومة وقد حملوا حقائبهم للعودة لعدن، استعدادا لأولا إظهار هذه الحكومة وكأنها منقذ، وثانيا
استثمار أي دعم يمكن أن يقدم لهذا الشارع، لهذا الشعب المنكوب في عدن. من هنا كان موقفنا ثابتا بأن هذه الحكومة تم تجريبها، هذه الحكومة سمح لها بموقف اتفاق الرياض بأن تعود، عادت لخمسة أشهر لم تقدم شيئا، على العكس مارست الفساد ونهبت ما تبقى من المال العام، كما أنها حاولت أن تستثمر فترة عودتها إلى عدن لإصدار عدد كبير من القرارات التي تخالف الأهداف التي عادت لها، والتي تسعى لتمكين الفاسدين وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل السلطات المختلفة، ومن ذلك جرت عملية تعيينات واسعة من بينها أكثر من 150 مستشار تم تعيينهم في وزارة الخارجية بصورة مخالفة حتى لقانون السلك الدبلوماسي وللأهداف التي قامت بها. من هنا وفي ظل تفاقم الأزمات وتخلي الحكومة عن المهام التي كان يفترض أن تقوم بها مقابل الموارد التي تستأثر بها والتي تورد إلى خزينة الدولة، كان لابد أن يتحرك الشعب، هو كان لابد أن يتحرك المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره مفوض شعبيا لإنقاذ الشعب من الكوارث والمآسي التي يعانيها. طيب ومن إذا كل ما يحدث في عدن الإرادة الذاتية والإدارة الذاتية، والإدارة الذاتية هي شكل من أشكال. نعم. إذا كل ما يحدث في عدن وفي بقية المحافظات، دعنا نشرك معنا في الحوار سيد منصور صالح، سيد مسرور الأحمري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض. سيد الأحمري، إذا الحكومة تندد بهذه الخطوة من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي حسب بيان الحكومة حسب بيانها، إذا لكن لماذا لم نسمع حتى الآن تقريبا 24 ساعة منذ إعلان المجلس الانتقالي إلى الآن لم يعلن التحالف، لم تعلن السعودية الراعية لاتفاق الرياض أي شيء بخصوص هذه التطورات في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير إن شاء الله، وتحياتي لك وضيوفك الكرام ومشاهديكم. عزيزي، هذه خطوة كانت معلنة ومفاجئة في وقت متأخر من ليلة البارحة. أنا أتوقع أنه يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية أنها الآن يعني تقوم بدور الوسيط أو دور يعني الإصلاح ذات البين، وخاصة أنه اليمن ليست في حاجة إلى إشكالات على ما تعانيه من مشاكل، ويعني من رؤية أخرى ربما رؤية خاصة بأنه اليمن الآن ليس في حاجة انقسام مثل ما هو حاصل الآن، ومطلوب توحيد الجهود للعدو الرئيسي، وثم بعد ما تنتهي هذا المشكلة أنا أتوقع أن اليمنيين عندما يجلسون مع بعض ربما أنه يعني عن قناعة لو حصل أنه يكون هناك إدارة لعدن أو للجنوب أو انفصال الجنوب أو ما إلى ذلك، إنما قناعات يمنية كاملة واتفاق عليها ما أعتقد أحد لن يعترض، ولكن في الوقت الحالي لا أعتقد الوقت محرج. هناك عدة مدن غير يعني متوافقة مع ما حصل ليلة البارحة، الجميع غير متفقين مع ما حصل وبهذه الطريقة، لأنه يعتبر كانقلاب كإعلان انفصال يعني على الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية معترف بها دوليا، الإقليم جميعه يعني يدعم الحكومة الشرعية. والسؤال، هذا المجلس الانتقالي هل يملك الأدوات التي تمكنه من الانفصال من القوة العسكرية ومن التفويض الشعبي كامل، بالإضافة إلى الاعتراف الدولي، بالإضافة إلى اعتراف دول الإقليم؟ أعتقد كلها لا تتوفر الآن حاليا، وأنا أرى أنه مراجعة مثل هذا الخطوة والعودة إلى الأمور الصحيحة هو الحل الأصح والأسلم للأخوة في اليمن وتوحيد جهودهم ضد العدو المشترك في صنعاء. نعم. يعني في سياق الحديث أفهم منك، إذا تمكن المجلس الانتقالي من الحصول على اعتراف دولي أو دعم كذلك وقوة عسكرية لمواجهة الحكومة الشرعية، يمكن له حين ذاك أن يعلن مثل هكذا خطوة؟ لا، أنا أطرح هذا التساؤل ولم أقل أنه إذا كانت موجودة فإنه يحق له، لا. الآن أشوف يعني عاصفة الحزم هي قامت لإعادة الشرعية، والجميع متفق على تأييد الحكومة الشرعية، الأمم المتحدة تعترف بالحكومة الشرعية،
دول التحالف العربي يدعم الحكومة الشرعية. الآن الجميع لم نرى أي تصريح يعني يشجع على الخطوة اللي حصلت ليلة البارحة. أنا أقول إنه يعني هناك عدة تساؤلات تطرح، هل هو يملك المقومات مثلا التأييد الدولي، تأييد التحالف العربي، رضا الحكومة الشرعية، رضا المملكة العربية السعودية، رضا الدول، يعني أشياء جدا مهمة في عملية إقامة أي كيان أو انفصال أي كيان عن الدولة أو الحكومة يعني الرئيسية فيه. فهذا كان مجرد تساؤل. أما طيب يعني لكن سيد الأحمري وضحت النقطة، لكن نعم. هناك من يتحدث على أن صمت الرياض إلى الآن يعني أو يعني أنها راضية بما حدث، وهناك من يصل به الأمر إلى أن يقول أنها تؤيد وبل تدعم مثل هكذا خطوة من قبل المجلس الانتقالي، ما رأيك؟ عزيزي الآن حصل اتفاق الرياض قبل عدة أشهر. لو افترضنا أن المملكة العربية السعودية موافقة أو راضية عن ما حصل، لما كانت جماعة الأطراف وبذلت جهود دبلوماسية يعني أنا أعتبرها في حينها جبارة على محاولة وضع خطوات، وإحنا نذكر كيف كان المفاوضات استمرت يعني وقت حوالي شهر ونصف أو شهرين حتى وضع وأسس اتفاق الرياض كاملة وخطواته. ربما صار هناك خلل في عدم تنفيذ اتفاق الرياض، لا أستطيع أن أحمل طرف عن الآخر، ربما هناك أخطاء مشتركة سواء من الحكومة الشرعية أو من المجلس الانتقالي في عدم تنفيذ هذا الاتفاق. المملكة العربية السعودية لو هي راضية لما بذلت هذا الجهود لمحاولة إصلاح ذات البيت. المملكة هي تحاول بهدوء أن تصلح ما بين الأطراف وأن يصلون إلى درجة من الاتفاق بشكل دبلوماسي، لا أن يلجأوا إلى السلاح وما إلى ذلك. فأنا لا أتوقع هذا الطرح بأنه يعني صحيح أو أنه قريب من الواقع. لكن لا تلاحظ كما يقول كثيرون أن هناك ضغط من قبل الحكومة الشرعية، من قبل المملكة العربية السعودية على الحكومة الشرعية بشكل مستمر في سياق تقديم تنازلات من قبل الحكومة لما يقولون إنه في نهاية المطاف ميليشيا حملت سلاح كما حمل الحوثيون سلاحا؟ أنا نشوف، أنا لا أتوقع إنه الحكومة الشرعية يعني اليمنية ويضع أي شخص منا نفسه في مكان المسؤولية لن يضحي يعني بمقدرات الوطن أو أن يضحي بأن يتم تقسيم الوطن لمجرد ضغوط دبلوماسية أو ضغوط سياسية. فأنا أستبعد هذا الأمر. ربما أن المملكة تبحث عن خطأ، عن يعني أشياء، مثلا فرضنا الآن إحنا نسمع أنه عدن بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى مساعدات وبحاجة إلى رواتب وبحاجة إلى بعض الأمور، ربما أنه السعودية في المفاوضات تحاول أن توجد مثل هذا الأشياء لسد الذرائع على ما يقولون على المجلس الانتقالي، ومحاولة توفير جميع الإمكانات، لأنه جميع المناطق اليمنية لليمن الموحد جميعها تخضع إلى حكومة واحدة، ويرى الجميع بأنه أي إقليم أو أي مدينة لها الحق ولكل مواطن الحق في أن يحصل على ما يحصل عليه الآخرين، سواء من مساعدات، سواء من وظائف، سواء من كهرباء، سواء من إغاثة إنسانية وما إلى ذلك. فدائما هذه الأمور ربما في المفاوضات دائما ما يضغط على بعض الأطراف بأن يحاول قبول هذه الأشياء التي هي بصالح الجميع وليست لصالح طرف على طرف آخر. شكرا لك سيد مسرور الأحمر الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بعودة إليك سيد المجيد، سمعت ما تفضل به الضيفين، بداية سيد منصور صالح حول موقف المجلس الانتقالي ولماذا تمت هذه الخطوة، وكذا سيد مسرور الأحمر فيما يتعلق بآخر نقطة حول مسألة موقف الرياض إلى الآن. أنت كنت تشير إلى أو بدأت الحديث عن ذلك في سياق أو حديثك في البداية، يعني هل ستوافق الرياض على مثل هكذا خطوة قام بها المجلس الانتقالي؟ الرياض هي في النهاية قائدة التحالف العربي، العملية العسكرية برمتها الضخمة التي تجري في اليمن هي تقودها المملكة العربية السعودية، وبالتالي
هي بشكل او باخر هي مسؤوله عن كل ما يجري في اليمن، وبالتالي ما حدث خلال الفترات الماضيه هو كان بعلم ودرايه المملكه العربيه السعوديه. عندما يقول ضيفك بان ما حصل امس كان مفاجئ وحصل في وقت متاخر كما قال وما الى ذلك، هو يفصح ايضا عن اشكاليه كبيره يعني لدى المملكه العربيه السعوديه، وهي موجوده على الارض، هي لا تعرف ماذا يجري. هل يعقل بان بلد يدير هذا المشهد العسكري برمته الضخم ويتواجد بكل التفاصيل على الارض ولديه قوات عسكريه واستخباراتي وما الى ذلك، ثم بعد ذلك يفاجئ بمثل هذه الخطوات وهذا القرار؟ وهذا القرار من اين يصدر؟ يصدر من العاصمه التي تقول بانها حليفه للمملكه العربيه السعوديه، من ابو ظبي. يعني بشكل او باخر هناك يعني تخاذل سعودي له علاقه اما برغبه السعوديه في اعاده توزيع الادوار داخل البلاد، و عمل شكل من اشكال ترسيم مناطق نفوذ بين القوى والاطراف المختلفه، او بشكل او باخر انها واقعه تحت ضغط كبير وغير قادر على مواجهه جموح حليفتها التي تقرر ما تريد على الارض، وبالتالي وصل بها الامر الى ما وصل اليه. لا ننسى بان الامارات العربيه المتحده قامت بقصف الجيش الوطني على مشارف عدن، وكانت السعوديه تتفرج خلال تلك المرحله، وكان ايضا جاء في عقاب انقلاب عسكري واضح مرته السعوديه ببساطه، ثم بعد ذلك ذهبت كما قال ضيفك ذو الجهد من اجل عمل مفاوضات بين مختلف الأطراف. هذه المفاوضات أنتجت اتفاق الرياض، اتفاق الرياض ثم بعد ذلك تحول إلى قصة من أجل إنفاذها على الأرض، وتحول أيضا إلى قضية من أجل مفاوضات جديدة. يعني هناك سلسلة من المهازل التي تجري في اليمن تديرها بالتأكيد المملكة العربية السعودية وشركتها الإمارات، وهذه المهازل هي تعكس بشكل أو بآخر طبيعة هذا التحالف الذي جاء أصلا من أجل أجندة وأهداف أخرى ليس لها علاقة بمسألة إعادة الشرعية وما إلى ذلك. يعني الإشكالية الموجودة في الجنوب هي إشكالية قديمة وليست جديدة، وهي ناشئة عن حكم له علاقة بسيطرة نظام علي عبد الله صالح على المشهد وإقصاء الجنوبيين خلال تلك الفترات. هذه المشكلة تم معالجتها في مؤتمر الحوار. هناك ايضا فصائل جنوبيه كانت ربما ترفض هذه النتائج التي توصل اليها المؤتمر الحوار الوطني، لكن عمليا هذه الفصائل لا تمثل الاغلبيه الجنوبيه، وبالتالي حتى تقول بانها الان تفوض او مفوضه من الشعب الجنوبي. هناك تشكيلات كثيره في المحافظات الجنوبيه وعلى راسها القيادات التي شاركت في صناعه ما يسمى بالحراك الجنوبي، هذه خارج ما يسمى تشكيلة المجلس الانتقالي الجنوبي تماما، بل إن المجلس الانتقالي وهناك أيضا بيانات سيد المجيدي، هناك أيضا بيانات وأسأل في هذه النقطة سيد منصور صالح، هناك أيضا بيانات للسلطة المحلية في كذا محافظة جنوبية إن صح التعبير سيد صالح، رفضت الخطوة التي قام بها المجلس الانتقالي. يقول السيد مسرور الأحمري قبل قليل: هل يملك المجلس الانتقالي التأييد المحلي، الدعم الدولي، القوة العسكرية والدعم المالي لتنفيذ أو ليتحمل أعباء مثل هكذا خطوة؟ هو الإشكالية بأنه أنتم ربما تعلمون، وهذه مصيبة وربما تعلمون مصيبة أعظم، بأنه الأمور ليست بالصورة التي تصورونها. نحن نتحدث عن إدارة ذاتية، وهذا امر طبيعي وتلقائي في اي بلد يعيش دوار وحروب مثلنا مثل كثير من البلدان ومنها سوريا. ما هو جاري حاليا لا علاقه له لا بفك ارتباط ولا له علاقه باتفاق الرياض، على العكس تماما هو يسري ربما يصل الى النتيجه التي يريد اتفاق الرياض تحقيقها، وهي الاداره الذاتيه، والتي اذا ما نفذ الاتفاق كما جاء ستكون نهايته او نتيجة النهائيه هي الاداره الذاتيه للجنوب. الحديث عن انه نحن نحتاج الى موافقه دوليه او دعم دولي او اعتراف دولي، هذه المساله ليست موجوده، بدليل انه ما اعلنت الاداره الذاتيه قبل سنتين تقريبا، وهي تستاثر بكل مواردها، ولا يستطيع حتى رئيس الجمهوريه تغيير رئيس قسم نظافه في اي مرفق في داخل المأرب، ولا يستطيع تغيير المحافظ، ولا يستطيع احد ولا مدير البنك المركزي ان يوجه او يامر محافظ المأرب او بنك المأرب لتحويل ريال واحد من اموال المأرب. كذلك محافظ المأرب السابق في فتره سابقه امر بالاحتفاظ بايرادات المحافظه لصالحها، لماذا حين جاء الامر الى عدن
تعتبرونها وكأنها غنيمة للصوص الهاربين في الخارج وللفاسدين للإثراء ولتعطيل الحياة، باعتبار أنه عدن تمثل واجهة المشروع الجنوبي. نحن الآن نتحدث عن أننا في مرحلة لإنقاذ شعبنا من الوضع المأساوي الذي أوصل إليها فساد الشرعية. أما مسألة أنه إدارة الجنوب وتحقيق صك الارتباط، هذا عمل سياسي نحن سنسعى إليه عبر الخطوات أو التفاوض السياسي برعاية الأشقاء في التحالف أو رعاية المجتمع الدولي، أو عبر إعطاء شعبنا الجنوبي حقه في الاستفتاء على تقرير مصيره. نحن في هذه الخطوه لسنا بصدد هذا التهويل الذي يحاول البعض ان يعطيه لتعطيل مشروعنا في اتجاه انقاذ شعبنا وتوفير متطلبات الحياه اللازمه في هذه المرحله، ايضا لاغاثه والمنكوبين من الكوارث الاخيره، ايضا لتقديم العون لجبهات القتال التي للاسف لم تقدم لها الشرعيه طلقه واحده منذ 4 سنوات، فيما هي تستلم كمياتها من السلاح من الاشقاء في التحالف العربي واعطائه او تسليمه تستلمه بيد وتسلمه بيد الاخرى. طيب الان سيد جماعة صالح، الحوثي. نحن اليوم ما الذي ستقدمونه للناس الان؟ يعني بعد هذه الخطوه ما الذي ستقدموه للناس الان؟ متى ستسلمون الرواتب؟ نحن الان يفترض ان يسلم الناس الرواتب بعد خلال يومين، هل ستسلموهم رواتبا؟ ما الذي تعدون الناس فيه؟ لن نعد الناس بالجنة، لكننا نعدهم بأننا سنبذل قصارى جهودنا، على الأقل سنكون صادقين، على الأقل سنقطع يد الفساد، على الأقل لن تتحول المليارات من موارد شعبنا المعذب الذي يعاني ويقاسي لن تتحول إلى الخارج، ولن يأتي شخص كأحمد عبيد بن دغر لينهب 5 مليار ريال من إيرادات محافظة عدن ويحولها إلى حساباتهم في الخارج. الآن في هذه المرحلة سنكون حريصين على أداء دور رقابي على مؤسسات الدولة، وهي بالمناسبة ستكون بذات الإدارة التي السابقة التي كانت موجودة قبل هذا الإعلام، بما يتوافق مع مصالح شعبنا. سنحرص أيضا على حماية الموارد، على تقديم الخدمات وبالذات خدمات الكهرباء، على إغاثة شعبنا المنكوب، على تعويض المتضررين من أضرار السيول الأخيرة. بالمجمل سنحرص على إعمال مبدأ الشفافية والحكم الرشيد. طيب في هذا السياق دعنا نشك معنا في الحوار سيد صالح، إنساني، وهي أيضا تأتي في إطار الضغوط الشعبية لجلس للنهوض دعنا نشك معنا في الحوار السيد ياسر اليماني القيادي في حزب المؤتمر الذي انضم لنا عبر الهاتف من سويسرا. ارحب بك سيد اليماني. اذا من ابو ظبي كما نقلت الاخبار اعلن انتقال الحكم الاداره الذاتيه واعلن حاله الطوارئ في محافظات الجنوبيه، ما الذي يعنيه بالنسبه لك هذا الامر؟ اسعد الله مساك اخي الكريم ومساء كل المشاهدين الكرام. يا سيدي، ما حصل هي مجرد مسرحيات تديرها المملكة العربية السعودية وتديرها الإمارات. طبعا هذا البيان عد في دولة الإمارات وعرض في اعتقادي عرض على الديوان الملكي السعودي، وبعدها يعني نفل من قبل هؤلاء المرتزقة الذين يعتبرون أدوات ليس إلا أدوات لتنفيذ أجندات سعودية إماراتية، وهو عدم فرض هيبة الدولة وعودة الدولة لليمن. ما حصل في هذا البيان بيان، يعني من رحب هذا البيان؟ لم يرحب بهذا البيان أحد سوى شخبوط وطحنون وخرفان والمغردين الإماراتيين، لكن كدول لم تعترف بهذا البيان. ولا ننسى أن المحافظات الجنوبية وأبناء المحافظات الجنوبية ليس معهم، أبين ليس معهم، وشبوة ليس معهم، وحضرموت ليس معهم، والمهرة ليس معهم، وبالتالي هذا البيان سيذوب خلال 2 أو 3 أيام وستنتهي هذه المسرحية. ما حصل إن المملكة العربية السعودية هي من إدارة هذه المسرحية وهذه اللعبة في هذا التوقيت، لكن نحن نقول، وليس نحن فقط، كل أبناء اليمن اليوم على الرئيس هادي وعلى الشرعية الممثلة بالحكومة ورئيس الحكومة أن يكون لهم موقف واضح، ولا أن يذهبوا لتقديم استقالاتهم كونهم هانوا اليمن وهانوا اليمنيين في هذه التنازلات.
لم يعتبر الرئيس هادي ولم تعتبر الحكومة من اتفاق السلم والشراكة، وذهبوا إلى اتفاق مع ميليشيات أسستها المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف، والتي قالت أنها جاءت من أجل الدولة، من أجل الرئيس، من أجل اليمن، وذهبت إلى تأسيس هذه الميليشيات وشرعنتهم بما يسمى باتفاق الرياض. ونحن اليوم نؤكد كيمنيين أن اليمن لا يمكن أن تتقبل أي مشاريع، ستسقط كل هذه المشاريع كما سقطت سابقاتها من المشاريع في صيف 94 وفي كثير من المنعطفات. اليمنيين لا يتقبلوا أي مشاريع خارجية على أراضيهم. يعني طيب برأيك ما الذي ستقوم فيه الحكومة الشرعية من خطوات على الأرض؟ هل ستكتفي باعتبار ما حدث تمرد، هل سيكتفي الرئيس عبد الرب منصور هادي بمشاركة يعني بيان الحكومة على صفحتي على الفيسبوك في سياق الرد على هذه الخطوة برأيك؟ يا سيدي الكريم، الرئيس تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية، مسؤولية وطنية، مسؤولية أخلاقية، مسؤولية دينية تجاه الشعب اليمني، وبالتالي على الرئيس هادي أن يخرج للملأ وأن يوضح ما يدور داخل البلد على مدار 5 أعوام. الشعب اليمني يا سيدي الكريم تحمل الجوع وتحمل الفقر وتحمل الحصار وتحمل القصف وتحمل القتل لإعادة الدولة، ليس حبا في سواد الرئيس عبد الرب منصور هادي، لكن تحمل كل هذه المعاناة لإعادة الدولة. الشعب اليوم يفتقد إلى عودة الدولة وتثبيت النظام والقانون، وما حصل في عدن هي مجرد مسرحية. في الأخير من الشرعية لا تتواجد في عدن منذ ما يقارب العام، وكلنا يعلم ذلك. من يتواجد على أراضي عدن هي المملكة العربية السعودية والحاكم العسكري العتيبي الممثل للسعودية، وهناك ممثل عسكري آخر للإمارات. ما حصل هي مجرد مسرحية بأدوات من المرتزقة بالسلاح السعودي بالسلاح الإماراتي، والشرعية لا تتواجد في هذه المحافظة. من يتواجد في هذه المحافظة هي هذه الميليشيات التي تمثل مشروع محمد بن زايد ومشروع السعودية. السعودية لا تريد خير لا لليمن ولا لليمنيين، ولا تريد انفصال، ولا تريد انفصال لا في الشمال ولا في الجنوب، تريد شرعية متقاتلة مع الانفصاليين والمرتزقة، تريد شرعية متقاتلة مع الحوثي، لا تريد حلول نهائية، لا تريد الجلوس على طاولة الحوار، تريد أن يظل المشهد في اليمن إلى 30-40 سنة قادمة متناحرين، يعني متقاتلين بإمدادات سعودية إماراتية. وإلا لماذا السعودية طوال 5 أعوام لم تصدق في أي موعد من المواعيد التي قدمتها أنها جاءت من أجل الرئيس وجاءت من أجل الدولة وجاءت من أجل اليمن واليمنيين؟ يا سيدي لم يعفوا المغتربين اليمنيين الذين يتواجدون على أراضيهم، هم يقولون أنهم جاءوا من أجل اليمن. المغتربين اليمنيين الذي يعانوا طوال 5 أعوام من الرسوم ومن التشدد ومن يعني المهن التي تحولت للسعوديين، لم يراعوا المغتربين كيف سيراعوا 30 مليون يمني. كان يفترض على السعودية وفق القوانين الدولية والأعراف الدولية والحقوقية والقانونية أنها تخوض حرب في اليمن، كان يفترض أن مش تعفيهم فقط، كان يفترض أن تتقبلهم كلاجئين وتصرف عليهم الرواتب وتوفر لهم مساكن. ومع ذلك اليمنيين لا يريدوا أن يكونوا لاجئين، أرادوا أن يعملوا بعرق جديدهم، ومع ذلك لم تستفيهم السعودية. ويأتي البعض يقول أن السعودية جاءت من أجل اليمن. السعودية لم تأتي من أجل اليمن، السعودية لديها مشروع في المهرة، لديها مشروع في سقطرة، لديها مشروع في عدن، وبالتالي تستخدم الإمارات كقفازات لها. هم متفقين هم والإمارات على هذه الأدوار القدرة التي يروح ضحيتها أبنائنا من اليمنيين سواء هنا أو هناك. طيب، وقد أشير إلى موقف المحافظات الأخرى، يعني السلطة المحلية في المحافظات الأخرى مثل حضرموت، شبوة، لاحج، ربما أبيان. برأيك ما الذي سنشهده في قادم الأيام بحسب تقديرك؟ في تقديراتي أن هناك هدف قادم، أنا أقول لك هكذا، أن هناك هدف قادم تجاه مأرب، وما يحصل في عدن هو ذر الرماد للتغطية على ما يتم التخطيط له للنيل من مأرب وأبناء مأرب. ولذلك أنا هنا أناشد أبناء مأرب وقبائل مأرب ومحافظ مأرب والسلطة المحلية في مأرب أن يتنبهوا للدور السعودي والإماراتي كونه يستهدف مأرب. حاولوا مرارا وتكرارا إسقاط مأرب للحوثي وفشلوا وذهبوا في المسرحية إلى عدن. عدن لا تحتاج إلى هذه المسرحية، هم هذه الميليشيات موجودة في عدن، الشرعية لم تتواجد في عدن، وكل المؤسسات تحت إدارة هذه العناصر وهذه الميليشيات. أما المحافظات التي أعلنت، المحافظات الجنوبية لا يمكن تعود إلى 67، إلى زمن السحل وقتل العلماء أبناء حضرموت، جربوا هذه الشرذمة
في 67 وفي 86 دفنوا الناس احياء، ولذلك اليوم ابناء المحافظات الجنوبيه اكثر وعيا لا يمكن يتقبلوا بهذه العناصر ان تمثلهم لا في الجنوب ولا في الشمال، لانها عناصر دمويه تقتل كل من يعارضها، تأتمر باوامر اسيادهم في الامارات ويقتلوا العلماء والمشايخ وياتوا يقولون احنا سنمثل الجنوب. من اعطاهم الحق بتمثيل الجنوب؟ من الذي اولاهم صلاحيه بتمثيل الجنوب؟ هؤلاء الناس مجموعه من قطاعين الطرق، مجموعه من القتله، جمعتهم الامارات وحاولت تلميعهم وتصديرهم للمشهد لرعايه مشروعها في اليمن، ولكن صدقني ان اليمنيين لا يمكن يتقبلوا هذه المشاريع، ولا ابناء شبوه ولا ابناء حضرموت ولا ابناء المهره. ابناء شبوه وضعوا هذا المشروع تحت اقدامهم، داسوا على هذا المشروع تحت اقدامهم، ولا يمكن يعودوا ابناء شبوه الى ان تعيد عجله التاريخ الى الوراء، لا يمكن. ابناء شبوه وابناء ابيان اليوم وابناء حضرموت وابناء المهره في المحافظات الجنوبيه يدركوا اكثر من اهلنا في المحافظات الشماليه ان هذه الشرذمه لو عادت ستذهب الى تاميم الحقوق والى قتل الناس باوامر اسيادهم في الامارات. شكرا لك على تواجدك معنا السيد ياسر اليماني القيادي في حزب المؤتمر، كنت معنا على الهاتف من سويسرا. بالعودة إليك سيد المجيدي، برأيك على أي قاعدة السند أو على أي أرضية يستند إليها الانتقالي في سياق قيامه بهذه الخطوة، وما الذي سنشهد في قادم الأيام؟ هناك مغالطة حاول تمريرها منصور صالح وهو يتحدث عن عملية الإدارة الذاتية لعدن، هو يتكلم كما لو كان الأمر متعلق بمطالب خاصة تخص عدن، بينما الإعلان الذي صدر عن الانتقال يتحدث بدرجة رئيسية عن جميع المحافظات الجنوبية التي يجب أن تخضع للانتقال، وأيضا فرض حالة الطوارئ بما يعني هذا الأمر من وما يدل عليه من دلالة عسكرية واضحة تقول بضرورة وضع اليد على كل التفاصيل الجنوبية. بغض النظر عن هذا وذاك، عدن هي عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية، وبالتالي لا ينطبق الحال عليها كما ينطبق مثلا على مأرب او على حتى محافظة المهرة او اي محافظة اخرى، رغم ان هذه المحافظات هي عمليا تخضع لرئاسة الجمهورية، وكل قرارات رئيس الجمهورية نافذة في هذه المناطق، وكل ما يقرره رئيس الجمهورية او الحكومة الشرعية يمر. لا ننسى بان محافظة مأرب خلال الفترات الماضية كان يتم الحديث عن أنها لا تورد الإيرادات إلى عدن، بالعكس هذه المحافظة ربطت بالبنك المركزي وظلت طوال الوقت وهي تورد كل ما يتعلق بحصة الحكومة إلى عدن. بنفس الوقت أيضا هذه المحافظة كانت تمول رواتب الجيش خلال الفترات الماضية. لو ركزنا في تفاصيل الصورة التي التقطت لي أثناء إعلان المجلس الانتقالي، على يمين بن بوريك كان هناك قائد المنطقة العسكرية الرابعة. هذه المنطقة 240 ألف جندي بالكشوفات يتقاضون الأموال والمرتبات من كانت تأتي من محافظة مأرب. هذه المنطقة العسكرية عبارة عن ثقب أسود التهمت الكثير من المليارات والأموال، وبالتالي إذا كان الدافع الرئيسي للمجلس الانتقالي كما يقول منصور هو الفساد، فأنا أعتقد أنه بالإمكان أن يكون فضل حسن على رأس هذه الخطوة. عمليا هناك إشكالية كبيرة تتعلق بعملية محاولة قص ولصق لبعض الأفكار التي وردت في الخطوات التي قامت بها ميليشيا الحوثي في صنعاء، تحدثت عن جرعة، تحدثت عن فساد، تحدثت عن قضايا كثيرة كمبررات وشماعة من أجل السيطرة على البلاد، وتم ثم بعد ذلك ذهب الجميع برعاية التحالف، هذا التحالف نفسه وكان على فكرة يجمع سفراء الدول الخليجية وأيضا سفراء الدول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أمريكا وروسيا. هذه الدول هي رعت الانقلاب الذي حدث في صنعاء في 2014. يتم استنساخ نفس التجربة في عدن من خلال تحركات 10 أغسطس التي عمليا هي توجت سيطرة المجلس الانتقالي على تلك المناطق، لأن المجلس الانتقالي كان يسيطر بدرجة كبيرة وواسعة على كثير من تفاصيل عدن تحديدا، وبالتالي ما حدث هو فقط عبارة عن يعني كما يقال عبارة عن إنهاء للمسألة بالطريقة التي يجب أن تتم بحيث يصبح المجلس الانتقالي صاحب اليد الطولة في هذه المناطق.
عمليا هناك شكل من اشكال ربما المساومات بين المملكه العربيه السعوديه وابو ظبي فيما يتعلق بجانب وضع اليد على المناطق التي يجب ان تسيطر عليها الامارات وتقع تحت نفوذها. الامارات لا يبدو انها عازمه على التخلي عن عدن ولا يمكن ان تتخلى عن هذا، لان جزء من دوافع خوض الامارات في الحرب والمشاركه في التحالف العربي هي السيطره على عدن وكثير من المناطق الحيويه داخل البلد، ولا زالت حتى اللحظه تتمسك بمنشاه بلحاف بما لها من ايضا مغزى اقتصادي متعلق بمساله الثروه النفطيه والغازيه تحديدا، حيث تعاني ابو ظبي من شحه في هذا الجانب وتريد استبدال ربما الغاز اليمني بالغاز القطري. اجمالا هناك شكل من اشكال ربما التفاوض تحت الطاوله بين السعوديه والامارات، هدفه الاساسي ربما تمكين الامارات وبذراعها الانتقالي من خلال السيطره على عدن وبقية المحافظات التي تقع السيطرة العسكرية للانتقالي. هذا الأمر يتم تسويقه تحت فكرة الإدارة الذاتية، وهناك ربما إشارات سعودية تقول بأن طالما أن هناك أقاليم بدأت تمارس بعض الأنشطة والمهام الخاصة بالأقاليم كما يحدث مثلا في حضرموت وبعض المناطق، فبالتالي ربما من حق الانتقالي أن يحصل على إقليمه الخاص في هذه المناطق مبدئيا بحيث يتمكن من السيطرة والاستحواذ ومراكمة القوى بالطريقة التي تمكنه لاحقا من فرض إرادته، لأن المساعي التي تبذلها الإمارات في أكثر من منطقة لا سيما في المناطق الساحل الغربي في محافظة تعز وتهامة، بالإضافة إلى الجهد الذي تبذله من خلال محاولة اختراق البنية القبلية في مأرب والتأثير على التماسك القبلي هناك ومحاولة إحداث اختراقات تؤدي إلى انشقاقات داخل المشهد هناك بما يساعد على إضعاف الشرعية وإنهائها بشكل تام، سيما أن هذا الأمر أيضا يحدث مع وجود مفاوضات تجري بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. إذا نحن أمام مجموعة من التحركات ربما قد تنضج خلال الفترات خلال الأيام القليلة الماضية والأسابيع القليلة الماضية بحيث تضع الصورة وتكون الصورة بشكل أشمل وأوضح وتكون ملامح ربما صفقة أو تسوية تلوح في الأفق بحيث تضع الحرب بالنهاية بالطريقة التي تمكن السعودية والإمارات من ممارسة هيمنتها وسيطرتها على البلد. فيما يتعلق بالموقف من بقية المحافظات يعني أو السلطات المحلية الموجودة في المحافظات التي أيضا من المفترض أن يكون شملها هذا الإعلام من قبل الانتقالي، أسألك سيد منصور صالح الذي يعود أو ينضم إلينا مجددا عبر الهاتف. سيد صالح، يعني في الحديث عن أن هناك بيانات ترفض هذه الخطوة من قبل السلطات المحلية في عدد من المحافظات التي تقع في إطار الجغرافيا التي أعلن المجلس الانتقالي يعني حالة الطوارئ فيها، كيف هل نحن بصدد مواجهات معها؟ على العكس تماما، منذ ليلة البارحة وهناك مسيرات خرجت في حضرموت وايضا معظم قبائل شبوة وقبائل أبيان وكلها أيدت الإجراءات المنتخبة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي. أن يأتي تصريح من محافظ ينتمي لجماعة الإخوان في محافظة محتلة كمحافظة شبوة، فهذا لا يبنى عليه ولا يعبر عن الموقف الجنوبي المتمسك. هناك موقف من قبل محافظ حضرموت أيضا يدعو إلى يعني رافض للخطوة. غير صحيح إطلاقا. يمكنك متابعة صفحته على الفيسبوك. أبدا، بالنسبة لموقف محافظ حضرموت هو موقف يتماشى كليا وربما هو من سبق وأن وجه بالإدارة الذاتية لمحافظة حضرموت وأغلق في وقت سابق أنابيب أو حقل الضبة عن الحكومة الشرعية حتى لا تستمر في نهب ممتلكات ونفط حضرموت وتحويله إلى ديوب الفاسدين في الخارج، وحظيت خطوة تلك بمباركة. ونحن اليوم أيضا نمشي في ذات الاتجاه، لدينا مشروع جنوبي شامل ربما يبدأ تنفيذه في المحافظات التي هي الآن في إطار السيطرة الكلية للقيادة الجنوبية، قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي واللجنة المشكلة بالإدارة الذاتية للجنوب، وسينتقل في خطوات لاحقة. لدينا إشكالية موجودة بفعل وجود قوات يمنية تدفع جماعة الإخوان وتحتل محافظة شبوة، ونحن بانتظار تنفيذ اتفاق الرياض وانسحاب القوات الغازية للجنوب
بالنسبة إلى حضرموت لا مشكلة. كذلك السقطرى هناك التفاف شعبي واسع، والبيان الصادر عن المحافظ الإخواني رمزي محروس لا يعبر عن الإرادة الجنوبية لأبناء السقطرى. نحن اليوم في وضع هو وضع إيجابي ومثالي، وفقط نوجه الدعوة لأهلنا وإخواننا في الجنوب في كل محافظات الجنوب، وحتى لإخوتنا المنضوين في إطار ما يسمى بالشرع اليمنية للالتفاف مع شعبهم لتمثيل الإرادة الذاتية الجنوبية وحماية مصالح الجنوبيين وحماية مصالح شعب اليمن، كما فعل إخوان مأرب الذين يستأثرون بإرادات وشعبهم. أعلق على الأخ الذي كان يتحدث عن أنه مأرب تدفع رواتب الجيش، هذا أمر غير صحيح. مأرب تستأثر بإراداتها وكانت تستلم رواتبها من حساب البنك المركزي ومن إيرادات محافظة عدن، كذلك محافظة تعز ومحافظة إير تستلم رواتبها من محافظة عدن وعلى حساب إيرادات العاصمة الجنوبية عدن وعلى حساب مصالح الجنوبيين وعلى حساب حياتهم. بالنسبة للمنطقة العسكرية الرابعة، هي المنطقة العسكرية الأكثر حرمانا من بين وحدات الجيش اليمني، وبالكاد يأتيها معاشات جنودها كل 4 أشهر في حين أنهم ينتشرون في معظم الجبهات. أبطال المنطقة العسكرية الرابعة يتواجدون في جبهات في كرش وفي الضالع ويتقاتلون في الحديدة ويقاتلون في المخيرات في محافظة أبين، ومع ذلك لا يحصلون لا على الذخائر اللازمة ولا على الرواتب في أوقاتها، ولا يحصلون على التغذية الكافية، في حين أنه يدفع على أكثر من 1,000,000 جندي. يقول وزير الدفاع المقدشي بأنه 70% منهم قاعدون في البيوت ما يحصلون على كل الامتيازات والرواتب والترقيات، وهو ما لا تحصل عليه المنطقة الرابعة. إن كان يتحدث الأخ ويتهم القائد فضل حسن بالفساد، فماذا يمكن أن نسمي قيادات الجيش الوطني الذي يسلم الجبهات للحوثي ويسلم السلاح؟ والقائد فضل حسن هو من قاتل مع القائد جواس في المشروع في صعدة، وهم من منع الحوثي من التقدم في الحروب الستة الماضية، لولا أنه القيادات التابعة للإخوان وللنظام السابق كانت تتعامل مع الحوثي وتسلم الأسلحة وأيضا تعطيه حتى الإحداثيات الخاصة بالجهة الجنوبية التي كانت تقاتله في صعدة لضربها والغدر بها. على تواجدك معنا شكرا منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا أيضا لضيف الآخر سيد عبد العزيز المجيد المحلل السياسي الذي كان معنا عبر سكايب. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.